Amazing! A wonderful picture! Yeah! هذه طلعة متعبة عرقنا فيها ولكن هائلة رائعة. الله 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 على متعة. الحمد لله على هذا الطبيعة وهذا الجو. الحمد لله على الصحة والعافية. الصحة والعافية. البرنامج الحمد لله انطلقنا من تطوان ابتازة من الساحة الإسبانية. الرحلة نستنفو الرحلة إن شاء الله إلى قمة جبل القراح، وفي نفس الوقت نتمنوا رحلة موفقة إن شاء الله، وتتمتعوا بهذه المحمية التلسمطان اللي فيها التنوع الغابوي. Thank you.
شكون اللي كيقول الثلج بارد؟ ها الثلج راه مهم ومزيان، ما كاينش البرد. ها هذا السيد هذا الثلج الا مشيتي حكيتي به وجهك عيدا راه كيحيد داك الشيء اللي في الوجه كامل، ديك لي بوان نوار وداك الشيء، ما كاين والو. ها انا اش غنديروا التيشيرت؟ اش غنديروا التيشيرت؟ ما كاينش تيشيرت. 64 سنه نعمت، 64 سنه والحمد لله. سيدي طلعة متعبة عرقتنا، ولكن حلوة حلوة حلوة، يعني ممتعة بزاف. احنا طالعين نوصلوا للقمة ان شاء الله. نحن الآن نتواجد في محمية تل سمطان، وبالضبط تقريبا قرب قمة جبل القرع، ولكن في الضفة الأخرى. هاك الجبل تقريبا اللي كيبان بحال الأسود أو القهوة بالحليب، في الراس ديالو كاين في القمة ديالو كاين الثلج، هذاك هو تيزيران باب برد، هو طويل. وهذاك الجهة اليسرى ديالو بعيد وفيه الثلج بزاف، هذاك هو تضغين على قمة سلسلة جبال الليل. Thank you.
هكا سيدي، راه زعما هبطة صعيبة، صعيبة بزاف، وخصك بزاف ديال الكوراج وبزاف ديال التكنيك باش تقدر هبط في هاد. حنا شدينا واحد الطريق اللي هي سوفاج، ما هبطناش مع لا بيست، وملي كيوصل الإنسان كيلحق للطريق بحال هادي كيرتاح وكينسى هذاك العذاب. أنا والغيس والثلج والحق ماش ماشي نقول لك، تمتعنا والحمد لله، يعني وانتي كتشوف ناشطين فرحين فرحانين ان شاء الله، والمغرب ديالنا زوين والطبيعه حلوه والحمد لله، خصنا غير لهنا لكن لهنا كانت تجربه رياضيه مزيانه، وصلنا حتى الليميت ديال طاقه التحمل ديال الجسم ديالنا، وهادو هما لي غوندوني، ثقافة الغوندوني انك كتخصك توصل الجسم ديالك لبعض الامور اللي في يعني الليميت ديالو، ولكن كانت الهبطة صعيبة شوية. المهم كانت فيها واحد الذكريات، بعض الذكريات الجميلة، شي طيحات شي وحدين شي بعض طيحات حلوين، طيحات شفنا فيهم الموت، ما طراباس ما طراباس، هذه تجربة الحياة خصها تكون هكذا، كلشي كيدوز بنشاط مع اللي مهم هو يكون الاخوان مع بعضهم. هذا النهار الحمد لله كان نهار متميز بكل التفاصيل ديالو، شفنا فيه الشمس، شفنا فيه الجبال، شفنا فيه التل، شفنا فيه الماء، شفنا فيه نباتات، الانواع ديال الاشجار الحمد لله والطبيعه. هذا كيدل على ان البلد الحمد لله فيها ما يتشاف، خاصه الانسان يحيد شويه الكسل ويتحرك، وكيف ما قال سنادير راه فعلا خاص الانسان يختار مع من يمشي، عند قضية مهمة جدا. وحنا اليوم الحمد لله هادشي كله شفناه، وكانت مغامرة شوية شيقة، ومن أهم الحاجات اللي ربحناهم في هاد النهار هو أننا تعرفنا على بعض الإخوان، خصوصا السي حسن تبارك الله عليه، التجارب ديالو والطاقة ديالو والإصرار ديالو تبارك الله على إكمال الرحلة مع الصعوبة ديالها والمغامرة، مع ذلك راه بقى مصر وكمل تبارك الله عليه بطاقة الشباب والقوة ديالو، والحمد لله الشباب ما كيوصلوش إلى هذا طبيعة الحال. الشباب العام اللي فات ما قدرش يشتغل معنا لهذا المستوى، تبارك الله عليه ومشى معنا، هذا كانت شويه صعوبه الحمد لله، لكن مع ذلك الحمد لله قازت. لا نقول هو الواحد ما يعقلش شي بصفه عامه، لحد يقدر يدير لك عيف النعاس وفي الدار، باش نقدر ان شاء الله تريض وتشوف وتنفس وترجع بروح جديده للدار ان شاء الله، والخدمه غدا والقرايه ان شاء الله. وكنشكر كل شيء، وكنشكر السي حسن اللي وثق هذه الرحله، بارك الله فيك شكرا خيرا. مميزه المجموعة كانت كاملة متفاهمة، طلعنا بواحد صعوبة، ولكن في نفس الوقت وصلنا للهدف ديالنا، طلعنا للقمة ديال الجبل، ودابا هابطين في حالاتنا بعد ما دوزنا النهار ديالنا هنا في سلا سلطان. الله على المجموعة اللي شاركت معنا اليوم، سواء من تطوان أو الأستاذ حسن اللي جا من طنجة. ايوا الحمد لله كانت الرحله موفقه، لا في الصعود ولا في النزول كان بعض المخاطر شويه د انزلاق د الثلج ود الحجر كيزلق بالثلج، على اي خرجنا الحمد لله بسلام.